السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب مجمع معاهد الصفا الأزهري الصف السادس الابتدائي. معكم مس آية أحمد، مدرسة اللغة العربية. هنشرح مع بعض النهاردة إن شاء الله درس من المحور الثالث بعنوان مجتمعي، الموضوع الأول بعنوان الثقافة والتنوع. درسنا النهاردة هو القصة القصيرة قوس قزح. الأهداف: أن يتعرف الطالب مفهوم قوس قزح الظاهرة الطبيعية، أن يفرق بين الظاهرة الطبيعية ومن يخالف فطرة الله، أن يتجنب الظواهر التي تخالف الشريعة الإلهية. التمهيد: ماذا تعرف عن قوس قزح؟ نبدأ نقرأ درسنا مع بعض. كان علي أن أفهم ما تعنيه تلك الفيديوهات التي يتوالى عرضها على شاشة هاتفي المحمول دون إرادة مني، لذا ذهبت لوالدي واستأذنته إن كان وقته يسمح لي أن أتحدث معه، فأجلسني مبتسما بجواره وقال لي: هات ما عندك. قلت له: تظهر لي فيديوهات على هاتفي المحمول تتضمن مشاهد لمسيرات يرتدي فيها رجال أزياء النساء وترتدي النساء ملابس الرجال، فماذا يعني ذلك يا أبي؟ أجاب والدي: خلق الله الإنسان كبقية المخلوقات كلها من ذكر وأنثى، ولا تستقيم الحياة بدون أحدهما، ولا يمكن لأي منهما أن يحل محل الآخر، لكن ظهرت دعوات فاسدة منذ قديم الأزل تدعو لمخالفة فطرة الله التي خلق الناس عليها، رجال في أزياء نساء ونساء بمظهر رجال، وهذا أمر لا تقبله الشرائع السماوية جميعها ولا الأخلاق السليمة. قلت: سمعت أحد المشاركين في تلك الفيديوهات وهو يقول إن ما يفعله حرية شخصية، فهل هذا صحيح؟ أجاب أبي: حرية الإنسان ليست مطلقة بلا ضوابط، فنحن ملتزمون في حرياتنا بشريعة الله التي نؤمن بها وبأخلاق مجتمعنا، وتنتهي حريتنا عند حرية الآخرين، ولو لم يفعل ذلك لصارت الدنيا غابة يفعل فيها كل إنسان جميع الموبقات باسم الحرية الشخصية. قلت: وماذا عن قوس قزح الذي يتخذونه شعارا لهم يا أبي؟ أجاب أبي: قوس قزح ظاهرة طبيعية جميلة تتكون من 7 ألوان في السماء بعد المطر حينما تنعكس أشعة الشمس على قطراته، ولكن الذين يخالفون الفطرة السليمة يتخذون ألوانا تشبه قوس قزح لكن من 6 ألوان فقط، وهو ما يمكنك أو ما يمكنك من معرفة الفرق بينهما. قلت: وكيف أتجنب هذه الدعوات وأحمي نفسي منها؟ أجاب أبي: كما فعلت الآن يا ولدي، تحدث معي ومع والدتك ومدرسيك بما تراه غريبا عليك ويثير التساؤلات بداخلك، ولا تخش شيئا، فلن يمنحك الإجابة غيرنا ولن يدلك على المعلومة الصحيحة سوانا. شكرت أبي على شرحه وتركته، وقد قررت أن أحكي لأصحابي في المدرسة كيف يحمون أنفسهم ويواجهون كل ما يتعارض مع فطرة الله التي فطرنا عليها. عرفنا من درسنا النهاردة إن الذين يتشبهون من الرجال بالنساء والذين أو اللاتي يتشبهن بالرجال من النساء يتخذون الظاهرة الطبيعية أو علامة الظاهرة الطبيعية قوس قزح شعارا لهم أو علامة لهم، لكن يمكننا التفرقة بأن قوس قزح الظاهرة الطبيعية تتكون من 7 ألوان، أما العلامة التي يتخذها هؤلاء الناس تتكون من 6 ألوان فقط. الحاجة التانية إن إحنا نقدر نقول إن حرية الإنسان ليست مطلقة بتقف عند
حرية الآخرين أو تنتهي عند حرية الآخرين. لا يستطيع كل إنسان منا أن يقوم بفعل شيء ويقول هذه حريتي الشخصية. اللغويات: يتوالى أي يتتابع، الموبقات الذنوب والمعاصي، الأزل أي القدم، تستقيم يعني تعتدل، شريعة طريقة ومنهج. التقويم: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. خلق الله تعالى كل المخلوقات من ذكر وأنثى، الإجابة طبعا صحيحة. حرية الإنسان مطلقة بلا ضوابط، طبعا قلنا إن الإنسان ليس لديه حرية مطلقة بل هي تقف عند حرية الآخرين، الإجابة هنا خاطئة. أخفى الابن أمر الفيديوهات التي تظهر له عن والده، طبعا الإجابة خاطئة لأن الابن ذهب فورا وأبلغ والده بتلك الفيديوهات التي تظهر له. ينهانا الشرع أن يتشبه الرجال بالنساء وأن تتشبه النساء بالرجال، طبعا الإجابة خاطئة. وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة، أرجو نكون استفدنا وفهمنا معنى الظاهرة الطبيعية والذين يتخذون رمز هذه العلامة لأمور خاصة بهم والفرق بينها وبين الظاهرة الطبيعية قوس قزح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.